اهلا بنات، مرحبا بكم في اول فيديو من سلسله Get Healthy With Me، واللي غادي يكون حول اربع اقتراحات لفطور صحي باش تبداو نهاركم بكل نشاط وحيويه. اقتراحات جد سهله، سريعه، شهيه واكيد صحيه. فيلا نبداو. اول اقتراح هو سلطه الفواكه، ولا اسهل واحسن حاجه ممكن تبداي بيها نهارك، وافضل طريقه للاستمتاع بفطور حلو بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحلو، وفي نفس الوقت صحي، لانه كما كنعرفوا الفواكه هي غنيه بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده. ممكن تستعملي اي فاكهه موسميه عندك في البيت تكون الوانها مختلفه باش تفتح لك الشهيه. في كل سلطه فواكه لابد من الموز، فهو كما كنعرفوا غني جدا بالمواد الغذائيه والسكر الطبيعي، وكيعطيك الطاقة الكافية باش تبداي نهارك بطاقة وحيوية. وكذلك هو غني بالحديد وبالبوتاسيوم اللي هو مهم جدا خصوصا للناس اللي عندهم مشكل ضغط الدم. الكيوي وهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجلد والشعر مثل الفيتامين E والC، وبالتالي فهو كيغذي البشرة وكيحميها، وكذلك كيحمي الشعر من التساقط. بالإضافة إلى ذلك فهو غني بالمعادن مثل المغنيسيوم والزنك والفوسفور والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة. التفاح هو غني بالفيتامينات على رأسها الفيتامين ألف، واللي هو مهم جدا لصحة البشرة وكيفتح البشرة وكينقيها، فأكثروا من تناوله. كذلك فهو غني بالألياف وبالكربوهيدرات والسكر الطبيعي. والبرتقال وهو يعد من أغنى الفواكه بالفيتامينات والمعادن، وكذلك هو يحتوي على 80% من الماء و10% من الألياف، لذلك يفضل أكله هكذا عوض عصره. العنب كذلك غني بالفيتامينات وبالمعادن مثل الحديد، الفوسفور، الكالسيوم، والبوتاسيوم، وأيضا المغنيسيوم، وهو مفيد جدا للبشرة والشعر. وأخيرا وليس آخرا الرمان، وهو غني بالفيتامينات والألياف والحديد، وهو مذكور في القرآن وعنده فوائد عديدة على صحة الإنسان، على صحة الجلد والشعر وهشاشة العظام والعديد العديد من الفوائد. سلطة ديالنا وجدات يمكن تناولها هكذا، أو يمكن إضافة بعض العسل الطبيعي ممزوج مع عصير البرتقال للتحلية، رفقها بالياغورت الطبيعي لإضافة جرعة من الكالسيوم لفطوركم. الاقتراح الثاني وهو وجبة الشوفان، وباش نحضروها غادي نحتاجو الشوفان سريع الطهي، الحليب، بعض من العنب المجفف أو الزبيب، موزة، والعسل الطبيعي للتحلية. طريقة تحضيره جد سهلة وجد سريعة. غادي نوضعو الحليب يسخن في الأول، من بعد غادي نضيفو ليه حبات الزبيب اللي غسلناهم ونقعناهم في الماء لبضعة دقائق، وكنضيفو الشوفان أو الخرطال. كنخلطو الكل جيدا وكنخليهم يطيبو على نار هادئة لمدة 5 حتى 10 دقائق. الشوفان ديالنا اصبح جاهز، كيف ما كتشوفوا اصبح كثيف جدا. غادي نضيفوا ليه قطع الموز، ومن بعد غادي نمعكوهم. ممكن تناول وجبه الشوفان هكذا بدون تحليه، لان فيها الموز، والموز فيه يعني سكريات طبيعيه. اذا بغيتوا تحليوه اكثر ضيفوا ليه بعض العسل الطبيعي، ورافقوه بفواكه جافة مشكلة، واستمتعوا بفطور صحي وشهي وسريع كذلك. فهي وجبة سريعة وما كتستغرقش اكثر من 5 دقائق، ولذيذة بزاف وصحية بزاف. الاقتراح رقم 3 وهو بانانا بانكيك او بانكيك الموز، وغادي نستعملوا فيه بانانا
والشوفان سريع الطهي وجوج ديال البيضات. طريقة التحضير كذلك جد سهلة وسريعة. أول شيء غادي نمعكو البنانة ديالنا جيدا، من بعد كنضيفو لها البيض وكنخلطو الكل جيدا، ثم كنضيفو الشوفان حسب الخليط حتى كنحصلو على خليط بهذه الكثافة، ثم كنقومو بطهي البانكيكس بوضع كمية قليلة من الخليط في مقلاة، ومن بعد ما كطيب من جهة كنقلبوها للجهة الأخرى، وهما بانكيكس الموز واجدين. هما كيكونوا حلوين شوية لأن فيهم الموز، إذا بغيتوا تحلوهم أكثر ضيفوا لهم بعض العسل الطبيعي ورافقوهم بأي فاكهة بغيتوا. ورابع وآخر اقتراح هو أومليت السبانخ، اللي معروف بفوائده الغذائية، فهو غني بالألياف ومفيد جدا للجهاز الهضمي، كذلك هو غني بالفيتامينات وفيه سعرات حرارية منخفضة. باش نحضروا أومليت السبانخ غادي نحتاجوا 5 ديال البيضات، لأنه غادي نستعمل فقط أبيض البيض، أوراق السبانخ مقطعة، حبة طماطم مقطعة على هذا الشكل، بصلة خضراء مقطعة على هذا الشكل، فصين ثوم مقطعين أو محكوكين، والملح والفلفل الأسود والكمون حسب الذوق. أول شيء غادي نفصلوا أبيض البيض عن أسفل البيض، ثم غادي نضيفوا ليه الملح والفلفل الأسود والكمون حسب الذوق ونخلطوه جيدا. في مقلاة غادي نوضعوا القليل من زيت الزيتون، وغادي نضيفوا الثوم والبصلة الخضراء، وغادي نقليوهم شوية في الزيت، ثم غادي نضيفوا السبانخ وغادي نقليوه لبضعة ثواني فقط. من بعد كنضيفوا خليط أبيض البيض وكنخليوه يطيب. من بعد ما كيطيب الأومليت كنضيفوا ليه شرائح طماطم وكنلفوه على هذه الطريقة وكنضغطوا عليه باش كيخرج الماء ديال الطماطم وكنشفوه مزيان. إذا ما كانش كتعجبكم الطماطم في الأومليت يمكن لكم تستغناو عليها. الأومليت ديالنا وجد يمكن لكم تناولوه مع رغيفة ديال الخبز أو توست أو أي نوع من الخبز اللي عندكم. أنا غادي نتناوله مع هذا الرغيفة ديال الخبز ببساطة، لأنه هذا هو الخبز اللي كناكلو. وكان هذا هو آخر اقتراح، كنت من هاد الاقتراحات تكون نالت إعجابكم. هي اقتراحات سريعة وسهلة وصحية جدا، ممكن توجدوها في بضع دقائق وتستمتعوا بفطور جد صحي وجد شهي. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكذلك ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، ونشوفكم عن قريب في فيديو جديد.